يلا شباب راح اخذكم اليوم افضل مكان بالبالة، خليكم وياي. اكيد قبل لا متعكم لازم اتمتع بهيش طعم. يا شباب راح نبلش من هنا. اول صيد هاي الساعه قديمه كلش، اكيد ابوك عنده منها. وهذا الريموت ما عرفته مال شنو قدامنا يا ابا، والله عجبتني كلش بس بها نقص 2 وما اشتريت. عاب البالة تونس. مال البالة شنو الحلوه؟ نعرف انها القطعه شنو. بالزوج انصح لا ياخذ هاي، انظر براسه. سوار وزنه ربع كيلو، لان الدعافيس تحبونها. السوار من يعرفه شنو؟ هاي الساعه القديمه كلش حلوه. تجي سوارات مال القتال كبار لا تاخذها. هاي القطعه والوراها ما عرفتهن شنو نهائيا. اصحاب الخبره اكتبوا لنا شنو. فرن عقلي وما عرفته. قال لي الاذكياء الموجودين عندنا ما عرفتهن شنو. اني لا سوداك صاحبك وينهم جماعه الفلاح بطوط واقعه طيزه. اللعبه شو يسمونها؟ كلب الجار يخاف على فلوسه يحط هذا المقفل، حافظ حتى على نفسه. اخر شيء لقيتكم هذا الالبوم كلش حلو عجبني، بس اكيد يغنون بالسعر وما اخذته. هم تحبون هالشغلات اثريه؟ والما تابعني بهذا المسدس اطخه. دير بالكم منه وتابعوني. لا تنتهي جولتنا وباي. يلا باي.